احنا اليوم في سوق لحد اللي هو معروف سوق الكرهب، مره بركه في الجمعه يجي وانت جيتوا من بعيد، يعني اكيد يا باش تشري كرهبه يا عندك قطعه كرهبتك ناقصه. صحيت هذا هو قطعه ناقصه. هاي اللوج مصباح تشوف العرق الواحد صاير فيه. هو نعرف انه فما معناها دي زاجونس يبيعوا وكل شيء، لكن قل غاليه تجمش. اول حاجه غاليه، وثاني حاجه ما تلقاش لوروجين كوبي سلعه كلها شنو. الناس تجي فما اقبال؟ والله لاباس الحمد لله، فما الاقبال وفما شواء وفما الناس يجيو من البلايص الكل. هو كما تعرف السوق هنا معناها يجيوها من كامل تراب الجمهوريه معناها، وناس تفركس على قطاع ما تلقاهاش في بلاصه فين يسكنوا يجيوا القهوه لهنا. صور اخويا. هاي بابا سال خلاص يا مع التصوير. هاي سيد هندي، من وين هذا الهندي؟ هذا هندي بوعرقوب. هذا هندي بوعرقوب مش يقولوا هندي نابل؟ تفضلي خودي يعطيك الصحة. هندي نابل والله هندي بوعرقوب. قول لي شنو جايبك للسوق لحد سوق الكرهب، سوق القطايع، سوق هندي؟ من العباد ونجي. وين المارشي نتاعك؟ يعطيك الصحة. هنا يمين ولا عباد ولا هذيك هي خدمتي، وخدمتي مع العباد مع شكون؟ ما مع الشعب الخدمة. صح ما نعرفش اللي هندي بوعرقوب هكا يجي ملون لا ملون، فيه الروز وفيه الاصفر وفيه كل انواع الكل. اي ما بنو يعطيك الصحة. فما اقبال؟ شنو اقبال؟ يعني فما ناس تجي تاكل الهندي؟ بيع مال هذيك شنو؟ شنو هذيك شنو؟ ما شاء الله صور لنا بربي. هلا صور اخوي صور. ناس تجي تشري اليوم في سوق الكرهب، انت تشوف فيك تبيع في قطايع نتاع الكرهب في تري فيها معناها العباد ما خلوش لينا النهضه اخت. ناس قالت لها الشرك تري فيها حاط اللي عنده بياسات قاعد يتفرج فيها، فهمتني؟ كيفاش يعني تقول اللي ما فماش ناس تشريها؟ عادش حتى باش تمشي تشري قطايع تو ما عادش تلقاها، فهمتي؟ شنو هي عاجله باش تبيعها هكا عاجله قديمه؟ قال لك ما تمشيش بحكم الغنوشي ولا شكون عنده معمل نتاع جل ولا واعلم به، فهمتها؟ بنوري معناها الدقله. من وين تجيبها هذه؟ من جنوب، من توزر. من توزر، احكي لي دقل. على الساعة الأسوأ خير 5000 برك زوال ياكل عند ياكل كل 5000. وهذه قديش؟ خاطر عندك هذه الأفراك طايحة منها، هي الكل هي سلعة واحدة كلها ب 5000. 5000 قديش تجيبها بربي؟ نجيبها مغاية 3500. به اما نعرفوا الدقله معناها توصل ل 11000 وتوصل اكثر معناها الاسواق هذيك. فما الاحتكار، فما واحد ما احنا نجيبهم بيعوا بالجرو. قول لي شنو تبيع؟ اكسسوار كاف. واش نبيعوا لهنا؟ ولا شنو هذا مكساوي؟ مكساوي. احكي لي شويه على الاسواق، مع الاقبال نتاع الناس. والله شويه معناها بعد الكورونا الامور هكاك برا، فهمتني؟ لاباس الحمد لله. الاسواق معناها كما نقولوا غليت شويه كما تعرف بعد تسكير وكل شيء، معناها ما عادش فما سلعة تدخل. لاباس الحمد لله. جنيرال نقول انت شنو باش تاخذ؟ والله نشوف البديات انا ولا قصته؟ قصت هذا برويلي. اي تحس الاسواق مناسبه ولا لا؟ والله صفا في المتناول، مش مناسبه ما فما الغالي فما مرفق متناول. ومعناها كفريب هكا والكل ترى مناسب ولا؟ والله شوف هو في المتناول كما قلت لك. ايه؟ فما الغالي فما الرخيص، معناها اما كفريب صفا يعدي روح. يعني باش تاخذ؟ ان شاء الله ربي يسهل. تعجبك التكستور نتاع الفريب اكثر؟ بيان سير سوبر فريب سيرتو من عازم نلبس، انا نلبس كان سوبر فريب. شامبيونز ليغ وجاونا ب 100 ويز شامبيونز ليغ، يا ربي يورثك. شو تعمل يا رجال؟ ماخذ. شنو تعمل؟ كاسكروت؟ ايه. كاسكروت؟ ايه نعم. شنو هو الكاسكروت؟ كافتير. قول لي انت تقرا ولا؟ نقرا. ونهار الاحد؟ نهار الاحد نخدم. يعطيك الصحة، موافق بين قرايتك والخدمة؟ ايه. تخدم مع شكون انت؟ مع اخوك؟ مع ابوك؟ هي جيت نخدم هكاك ندبر في المصروف. ايه يعطيك الصحة. وسافا القراية رجعت تقرا ما؟ ايه كان على حد ما نقراش نجي نخدم. باهي، نهار الاحد هكا هو؟ نقراو على رواحنا. ايه.
يعطيك الصحة. شنو تعمل في كاس كروت كيف تجي؟ شكون علمك هكا تعمل سندويتشات؟ نجي في السوق دار ندور نتعلمت، جا واحد قال لي خدم، دخلت نخدم معاه. انت تسكن هوني قرابي ولا محمدية؟ وتجي من المحمدية وقتاش تجي؟ نجي على البسكليت جيت على البسكليت. وقتاش تروح؟ نص نهار. اي اما غدوة فما قراية، اسكو حاضر معناها كي تبدا عندك دروس نجم تقدم تقرا اتيود؟ نقرا اتيود نهار الاربعاء نهار الاثنين. باهي. ومعناها موفق بين دروسك والخدمة، ما فماش حتى مشكل؟ لا. ما تتعبش؟ لا. هيا بالتوفيق. عايش. رد بالك؟ يرحم والدي. عايشك. عايش. خلا ربيعينك. اشكرك الله وفيك. احكي لي على الاقبال نهار الاحد في سوق، احنا نقولوا له سوق الكراهب، هو سوق الاحد في المروج. انت تبيع في سندويتشات؟ دونك هو فما برشا كل واحد بقسمه كيما قلت. فهمتي هذايا فهمتي، عندي 25 سنة كما الوالدة كي نخدم. مازال حي وتو فهمتي هذايا خدمتي من صغير. اصغر منه هو كنت نخدم انا كيك. ربي يطول في عمر الحاج. قول لي كان نهار الاحد هكا هاو تخدم؟ نهار الاحد سلام مرشي جروف فهمتني، عندي لسه مرشي جروف الحمد لله، الصوره لاباس الحمد لله. وعندك كليوناتك بما انك عندك 25 سنه؟ اي كليوناتي الحمد لله يجوني فهمتني والحمد لله. يجيوك بالذمه؟ بالذمه. قول لي احكي لي شويه على الاقبال معناها قبل وتوا. والله كإقبال كما توا كما إقبال كيف كيف يعني. الكورونا تقول أنت ما عندهاش تأثير على السوق هذي؟ لا ما عندهاش تأثير بالعكس، خاصة سوق السيارات هذي ناس تجي من كل بلاصة ولا باس الحمد لله فهمتي، ديجا لقحت لعبة الكل معناها صحة. يعطيك الصحة. شنو فطورة؟ أنت عملت الكاسكروت ولا عملوا لك زبيبة؟ أنا عملت واحد. عملت لروحك؟ إيه. قول لي تدلل لروحك ولا كيف الكليونات؟ بالطبيعة تدلل لروحك؟ ندلل لروحي. شنو كاسكروتك؟ كيفاش؟ يقول لي تقرا ولا تخدم؟ نقرا بريفي نقرا ونخدم. نهار الاحد؟ نهار الاحد وكل يوم زاد. موافق بين العشية؟ موافق بين قرايتك والخدمة؟ اي على خاطر انا نخدم من الاربعة ل 11 نتاع الصباح، نروح ندوش ونمشي نخدم، نتفاهم انا ومدير الكوليج. تمشي تقرا؟ اي باهي كي نروح نمشي نخدم نقرا. ومعناها مرتاح؟ مرتاح الحمد لله. قول لي علاش تخدم هكا معناها ضغط كبير برشا؟ يعني انا نقرب الفلوس وكل شيء ياسر على امي كي كنعاون نروح. يعطيك الصحة. باهي تخبي عمل لازمك قرايتك ابجل بالطبيعة. ابجل انا نقرا ونخدم قلت لك. اي يعني تبجل قرايتك يعني وكأو نهار تعبت وكل شيء دونك تبجل تمشي لقرايتك وما تمشيش تخدم. بالطبيعة. هاك ولا؟ اي السويم غالية شوية، غالية قاعدة غالية شوية، أين نرى فيها. قداش قال لك؟ هذه مثال قال لي 37000. وانت ريتها غالية؟ اي ريتها غالية 35-34 هذه تمشي نورمالمون. قداش؟ 35-34 تمشي نورمالمون. وما حبش يساعدك؟ لا ابارامون يظهر لي هذاك سومو اللي حاطه. معناها 37؟ هو حد 37. مش تختلفوا مثلا فيها 300؟ نختلفوا 300 راه. انت تلوج على الكهرباء هذه بالذات ولا اي؟ لا انا عندي ثلاثة أربعة قامات ونشوف. باهي قول لي عندك شكون يفهم في الكهرباء ولا انت جاية؟ لا انا جايه مع شكون ودي بلوس نهز الميكانسيان بعد ميكانسيان تاعي في الحومه. كها دونك انت عامله بيدجي معين نتاع بيدجي نتاع 35 نتاع اكثر شويه هكا ديما كل 5 ملايين معناها هذيك تخليهم هاو كارت غريزه. لا 5 ملايين هذيك ديما مثال نلعب بها. يمكن تعجبك حاجه ما اغلى تولي تغريك تولي دفع. بيان سور. شنو الحاجه اللي ممكن تغريك معناها غير الكهرباء؟ الجولف 6 عجبتني جولف 6 قال لي 43. سي ترو 43 ولا تنجم تاخوها؟ لا جديده وتحفونه امبيكابل. يعني تنجم تاخوها؟ ان شاء الله بالك ربي كان ربي سهل. تحب كهرباء مزيانة؟ مش مهم السومة؟ لا مش مهم. قداش قالك؟ هذه انا مش نخوه لبنتي وهذه قال لي 24 هكا. لا 20 سوم. 20 سوم. وعجبك سوم ولا؟ والله خاطر هي في الدار ب 20 ديجا وهي عمرها 3 سنين دونك ماني نشري من الدار بكا. انت تعرف اللي سومها في الدار 20-19 هكاك. ما حبش يساعدك شويه؟ لا ما حكيناش بالكدا الحق. مانيش ديسيدي 100% باش نخوه. وانت تلوج على النوعيه هذه بالذات ولا اي كهرباء؟ لا نحب كهرباء مزيان، ماذا بيا في الفولكس فاجن، ماذا بيا في ال قداش حتى بيدجي معناها بين وبين؟ بين ما نفوتش ال 40. ما
ما تفوتش ال 40 مليون، اما 40 مليون يجيبوا لك كهرباء مزيانه. نو با فورسيمون. تلوجت تلقى توا فما عمرها من 2008 2010 اي صحيح، هي هكيك في 43 هي. اللي عرفته توا اه مادام تفهم مليح في شريين وبيولك راه نفهم. شريت قبل؟ نشري اي. تشري وتبيع؟ نو مانيش نشري ونبيع، اما الكهرباء اللي نشريها العباد يحبوا يشروها من عندي، عندي كهرباء توا الناس الكل يحبوا ياخذوا. علاش عطيني السر؟ انا كي ناخذ كهرباء نعرف شنو نشري. او تستحفظ؟ نستحفظ. هل ما قلت انه يحبوا يشريوا كهرباء من عند مراه على خاطرها تستحفظ صحيحه ولا لا؟ نعرفش احنا نسين نسوقوا مليح ولا الكهرباء؟ بالنسبه لي انا نسوق، سوقت في الاوروب وفي كل بلاصه، ما نسى مش بون نسى بالكش الكركاس مش مضروبه، اما الميكانيك من داخل تلقاها كتبدي الفيتيس مش في وقته برش حاجات. وتفهم باغ اكزومبل انه كهرباء معاوده يقولوا عاملوا لها فوال مضروبه معاوده؟ نفهم انا فهم. جيت وحدك اليوم؟ جيت معي ولد خوي. وانتم تنجموا تشريوا كهرباء معناها؟ انا وحدي الجمعه الفاتت شريت كهرباء الواحد من الفامي وطلعت مش نورمال.